بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، وكانت هذه الترجمة تحت ذلك الكتاب وهو كتاب الخراج والفيء والإمارة. وكنا قد افتتحنا الكلام تحت هذه الترجمة بهذه الرواية المذكورة عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه، لما ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إليه حين تعالى النهار، قال فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، فقال حين دخلت عليه يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك، وإني قد أمرت فيهم بشيء فأقسم فيهم. ثم ذكر أن جملة من الصحابة قد استأذنوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، منهم كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء استأذنوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فأذن لهم ودخلوا. ثم كان الاستئذان للعباس وعلي رضي الله عنهما، فأذن لهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بدأت القصة أنهم طلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقضي بين العباس وبين علي، وذكر مالك بن أوس رضي الله عنه وقال خيل إلي أنهما قدم أولئك النفر لذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يبدأ في القضاء بين الاثنين أوان أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنورس ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم. وكذلك أخذ هذا الإقرار من علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، وقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنورس ما تركنا صدقة؟ فقال نعم. فذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ذلك المال الذي سبق أن طلبه علي رضي الله عنه وطلبه أيضا حمزة من أبي بكر رضي الله عنه في ولايته، أن ذلك المال مما أفاء الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر وكما قال قال لا نورث ما تركنا صدقة، وبالتالي الأنبياء لا يورثون، ولكن ما تركوه من أموال بعد أخذ ذلك المال للأهل أو أخذ تلك النفقة للأهل، فما بقي من ذلك المال فبينفق في مصالح المسلمين. ولذلك قال عمر رضي الله عنه فكان الله تعالى أفاء على رسوله بني النضير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقة ونفقة أهله سنة ويجعلها بقي أسوة المال. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقتطع في كل سنة بيقتطع نفقة العام، كان بيقتطع نفقة العام من ذلك الفيء. وبالتالي ذكر العلماء يبقى جواز أن يقتطع الإنسان نفقة العام، جواز أن الإنسان يخزن كده ويدخر نفقة العام، يبقى لو كان عنده مال يبقى نقول على ذلك جاز له أن يقتطع من ماله نفقة ذلك العام، يبقى نفقة عام. وبالتالي العلماء يقولون في مسألة الزكاة أن تعطي ذلك الفقير نفقة العام، يبقى في الزكاة لما بنيجي بندفع الزكاة للفقير العلماء على قولين، بعض العلماء قالوا نغنيه العمر كله، نغنيه في كل عمره،
وبعض العلماء قالوا حنعطيه نفقة السنة بناء على هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الأهل من ذلك الفيء نفقة العام، فقالوا يدفع للفقير نفقة العام، والبعض قال حنغني الفقير في عمره، واللي قال نفقة العام يبقى استند إلى هذه الرواية، استند إلى هذه الرواية. قال ويجعل ما بقي أسوة المال، ثم أقبل على أولئك الرد. أقبل عمر رضي الله عنه على هذه المجموعة، على عثمان بن عفان وعبد الله وعبد الرحمن بن عوف وزبير بن عوام وسعد بن وقاص، وقال لهم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهما، قال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر، ده كله كلام عمر بن الخطاب، قال أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب أنت ميراثك من ابن أخيه، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم أنه صادق بر راشد تابع للحق، فوليها أبو بكر. يبقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيذكر لهم الأحداث وما تم من علي والعباس بعد من علي والعباس رضي الله عنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر الصديق لما تولى هذه الإمارة والخلافة جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا يطلب ميراثه من ابن أخيه. قلنا العباس بيطلب الميراث من ابن أخيه على أساس أنه العصبة، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، يبقى علي رضي الله عنه طلب ذلك الميراث نيابة عن فاطمة رضي الله عنها، لأنها كانت الابنة الوحيدة التي ما زالت على قيد الحياة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لها ذلك الميراث، وميراثها هو النصف كما بينا قبل ذلك في مسألة الفرائض، أن الرجل لو توفي وترك بنتا واحدة فهذه البنت ترث بالفرض النصف، وبعد ذلك بيقول باقي المال إلى العصبات. قلنا باقي المال حيقول إلى العصبات إن لم يكن هناك صاحب فرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يبقى ألحقوا الفرائض بأهلها، أول حاجة كما بينا في الفرائض يبقى بننظر إلى أصحاب الفروض، بعد ما بننتهي كده من أصحاب الفروض بقي فضلا من هذا الميراث أو تلك التركة، يبقى بننظر إلى العصبات، وطبعا العصبات بالترتيب. فالعباس رضي الله عنه هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أن هذا المال الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم سيقسم ميراثا كما يقسم ذلك المال الذي تركه الميت، وفعل ذلك هذا طلب ميراث امرأته ولا النصف، قلنا على ذلك لو كانت طبعا يعني هيقسم هذا المال، وهو بيطلب أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك، قلنا كعصبة، يبقى العم ده كان عصبة. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، قال والله يعلم أنه صادق بر الراشد تابع للحق، فوليها أبو بكر. فلما توفي قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فوليتها ما شاء الله أن أليها، فجئت أنت وهذا وأنتما جميعا وأمركما واحد، فسألتمانيها فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما، على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها فأخذتماها. فبيذكر هنا عمر ما زال أيضا بيسرد هذه الأحداث وما تم من العباس رضي الله عنه ومن علي رضي الله عنه. لما يبقى ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه ذكر لهم هذه الرواية، وبالتالي قد يخفى بعض الروايات أو السنن على أكابر الصحابة رضي الله عنهم، يبقى قد يخفى
بعض الأحكام على أكابر الصحابة رضي الله عنهم. فعمر رضي الله عنه بيسرد لهم هذه الأحداث وما تم من اللحظة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وننظر إلى أبي بكر رضي الله عنه، يبقى ذكر لهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر ولي القيام بذلك المان، وولي ذلك عمر من بعده، حتى جاء بعد ذلك وسأل العباس وعلي عمر رضي الله عنه أن يدفع لهم ذلك المال. قال فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. قال أبو داود رحمه الله إنما سأله أن يكون يصيره بينهما نصفين لأنهما جهلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فإنهما كان لا يطلبان إلا الصواب. فقال عمر لا أوقم عليه اسم القسم، أدعوه على ما هو عليه. يعني بذكر هنا أبو داود رحمه الله أن العباس وعلي لما أتيا مرة ثانية إلى عمر رضي الله عنه يسألان عمر ابن الخطاب أن يرد عليهما ذلك المال، مش على أساس أنه ميراث، ولكن هما طلبوا أن يعملوا في ذلك المال. يبقى كأنه نائب عن الإمام كده، زي ما الإمام بيعمل في هذا المال، المال ويلي ذلك المال، هم أيضا يعني طلب ذلك المال، ليس كميراث، ولكن كما يقول أبو داود إنما سأل أن يكون يصيروا بينهما نصفين، يقسم المال نصفين، وعمر العباس يأخذ نصف وعلي يأخذ النصف، ويعمل فيه طبعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، لكن مش هياخدوا هذا المال كميراث. ده طبعا لأن الصحابة وقافة عند حدود ما أنزل الله عز وجل، يعني ما نظنش أنه هو كل مرة يعني بيطلبوا هذا المطلب، يطلبون المال كميراث، لا، لهم طلبوا المال ابتداء كده كميراث من أبي بكر الصديق، لما بين لهم رواية كانوا يقفون عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى، لكن المطلب ده جددوا ذلك المطلب لعمر الخطاب، لما جددوا ذلك المطلب قلنا على أساس يأخذ ذلك المال ثم يعمل فيه كما يعمل عمر أو كما يعمل من ولاه الله عز وجل ذلك المال. فلذلك عمر رضي الله عنه دفع عليهم المال وقال على أن عليكم عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة. ما عندوش استعداد أن ينحرف أبدا عن المنهج أو عن الطريق، أو أن يكون هناك مجاملة في تطبيق الأحكام. يبقى نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ميزون بالجدية في أخذهم بكتاب ربه سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يميزون بالصدق في الإيمان والصدق أيضا والجدية في الالتزام والسلوك. وبالتالي عمر رضي الله عنه كما يقول والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، مش استعداد أبدا، يبقى في نوع من أنواع المجاملة أو ترك الحكم من هذه الأحكام التي بثها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. وبالتالي أبو داود رحمه الله ذكر أن العباس وأن علي لما طلب ذلك على أساس أن عمر رضي الله عنه يقسم هذا المال بينهما نصفين، لأنهما جهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فإنهما كان لا يطلبان إلا الصواب. دول صحابة رضي الله عنهم عدول، وكذلك أيضا لهم هذه المكانة العظيمة كما هو معلوم، ولكن طلب ذلك المال ليعمل فيه بعمل عمر الخطاب أو بعمل الولي في ذلك المال. لكن عمر رضي الله عنه يعني أبى أن يقسم هذا المال بينهما نصفين، لذلك قال لا أوقع عليه اسم القسم، أدعوه على ما هو عليه. يقول بذلك أبو داود رحمه الله إنما سأل أن يكون صيره بينهما نصفين. قال هذا جواب عما استشكل في هذه القصة من أن العباس وعليا تردد إلى الخليفتين وطلب الميراث، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة.
قال وتقرير عمر رضي الله عنه عليهما أنهما يعلمان ذلك. يبقى ترى ليه طلبوا مرة ثانية؟ قال يبقى الأمر كده في استشكال، قد يستشكل ذلك الأمر. هم علموا الرواية من الأول، نحن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، وبالتالي جددوا الطلب مرة ثانية. هل جددوا الطلب طلبا أيضا للميراث؟ ما علم ذلك الأمر، ومعلوم أن عمر رضي الله عنه أخذ منهما الإقرار، أقر وكان يعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فإيه الداعي للطلب مرة ثانية من عمر رضي الله عنه؟ فقال إن هم لما طلب ذلك لم يطلب ذلك الملك ميراث، وإلا الصحابة يقفون عند حدود ما أنزل الله عز وجل. وقال تقرير عمر رضي الله عنه عليهما أنهما يعلمان ذلك. قال وحاصل الجواب إنهما إنما سألاه أن يقسموا بينهما نصفين لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه. يبقى لما طلب قال الله قسم المال ده ما بيننا نصفين، يبقى ما كانش المقصد كده ان يقسمه نصفين على اساس ان هو لو كان ميراثا لقسم بهذه الصوره. لو كان ميراث هنجد لو كان المال ده هيبقى مال ميراث فعلا، يبقى هيقسم، يبقى فاطمه تاخذ النص فرضا وعمه ياخذ الباقي تعصيبا، فهو الباقي نصف. فلما طلب ان يقسم بينهما نصفين أبا عمر بن الخطاب، هم لما طلب ذلك مش بناء على تقسيم الميراث، ولكن كل منهم أراد أن ينفرد بذلك النصف حتى يعمل فيه، لكن عمر ترك المال نقول مجموع، وبالتالي يعمل في المال بالتعاون، يعني عمل في المال بالتعاون بلا تقسيم لذلك المال. نعم، رغم أنه لو قسم المال ده ياخد جزء وده ياخد جزء وده يتولى ذلك الجزء منفردا وهذا الجزء منفردا، يبقى مفيش حرج، ولكن انظر إلى حرص الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. فلذلك قال عمر لا أوقع عليه اسم القسم أدعوه أي أتركه على ما هو عليه. قال إنما كره أن يوقع عليه اسم القسم لئلا يظن لذلك مع تطول الأزمان أنه ميراث وأنهما ورثاء لا سيما وقسمة الميراث بين البنت والعم نصفان، فيلتبس ذلك ويظن أنهم تملكوا ذلك الأمر. إن مع طول المدة يبقى ممكن ينسى الإنسان، ينسى، وبالتالي نظن أن هذا المال لما قسم إلى نصفين يبقى دفع النصف إلى علي ودفع النصف الثاني إلى العباس كأنه بالضبط إيه ميراث. قلنا الآن طبعا هنا يعني كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما ذكر كيف عبدت الأصنام، عبدت إزاي الأصنام؟ طبعا معلوم أن أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض كان نوح عليه السلام، وكان السبب في ذلك كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هناك أناس من قوم نوح كانوا صالحين، لما ماتوا الشيطان أوحى إلى أولئك أن ينصبوا أماكنهم في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها ويعلمون الناس، يبقى ينصبوا أنصابا على أشكال هؤلاء. قلنا وكان الغرض أنهم يذكرون الناس بطاعة الله عز وجل ولأنهم كانوا على صلاح. فلما قال مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله مع طول الأمد، يبقى مع طول المدة كده ممكن بينسى الإنسان، ينسى الهدف اللي هو أنشأ به ذلك الأمر، يبقى ده مع طول المدة، يبقى طول الأمد كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، طول الأمد ممكن بتغسل القلوب وينسى الإنسان الهدف. وبالتالي نقول الإنسان وسائل في الطريق محتاج إلى تجديد الهدف، التذكير الدائم. قلنا وإلا طول المدة بتنسي الإنسان. قلنا الإنسان كده لو ماشي يعني بيسير في طريق طويل نقول إن هي بداية الخطوات التي أخذها في ذلك الطريق، لماذا تسير في ذلك الطريق؟ قال بهدف كذا وكذا. قلنا مع طول المدة لو سألناه قد ينسى أو يرفع من ذكر ذلك الإنسان بعض هذه الأهداف أو الأمور التي سار من أجلها. فلذلك الإنسان محتاج إلى التذكير الدائم. وكذلك يبقى عمر رضي الله عنه جعل المال مجموع، لم يقسم المال، انما خافت ان هو مع طول المده ينسى ان هذا المال يعني ليس ميراثا ولكن هو قسم كالميراث فيضيع عند ذلك كما قال العلماء. قال ايضا البعض اشكال شديد، وان اصل القصه صريح، فان العباس عليا قد علم بانه صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، فان كان سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يطلبانه من أبي بكر، وإن كان إنما سمعاه من أبي بكر أو في زمنه بحيث أفاد عندهم العلم بذلك فكيف يطلبانه من عمر، والذي يظهر الله أعلم أنهما اعتقدا
أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث مخصوص ببعض ما يخلف دون بعض، وأما مخصوص علي والعباس بعد ذلك ثانيا عند عمر فقال لم يكن في المراث، إنما تنزع في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف. يبقى قالوا ان احنا يعني ازاي اشكى عليهم الامر؟ الامر اما ان هم علموا هذه الروايه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طب ازاي يطلبوا من ابي بكر الصديق؟ قال لو كانوا علم الروايه دي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا المال ده من ابي بكر، يبقى ظنا ان الروايه دي قال لا نورث ما تركنا صدقه، يبقى كانه مخصوص ببعض المال دون بعض. فلما طلبوا يبقى ظنا ان هو هذا الامر لا ينطبق على جميع المال. دي مساله قالوا لو هو ما كانوش يعرفوا هذه الرواية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بداية معرفة هؤلاء بالرواية كانت من أبي بكر الصديق، طب ليه طلبوا تاني من عمر؟ فنقول لما طلب ذلك من عمر ليس على أساس أنه هذا ميراث، ولكن حتى يتولي العمل في ذلك المال كما يعمل ذلك الولي. يبقى لما طلبوه من عمر ما كانوش بيطلبوه، خلاص هم عرفوا المسألة فما يكرروش المسألة مرة ثانية وبالتالي فيها إلحاح. لا، يبقى لو عرفوا الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا الميراث من أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول إن هو يظن أنهما ما علم أن ذلك ينطبق على جميع المال. يبقى الظن إن هما يعني ظن أن هذا الحكم ينطبق على بعض المال، فلما طلب ذلك يبقى ظنا أن بعض المال يطبق عليه ذلك الحكم والبعض الآخر يقسم. ده الكلام ده لو عرفوا ان هذه الروايه من في النبي صلى الله عليه وسلم، لو غاب عنهم الروايه فكان المطلب بقى عند ابي بكر الصديق، يبقى اظهر لهم الروايه التي خفيت عليهم. طب طلبوه تاني من عمر ازاي؟ ما خلاص عرفوا الروايه، يبقى لما طلب ذلك من عمر يبقى على اساس ان هو يدفع لهم ذلك المال، ليعمل في المال كما يعمل ذلك الولي، فيتصرفها في ذلك المال كولايه الصدقه وليس كميراث. يبقى ده الظن الذي لابد ان يظن به في الصحابه رضي الله عنهم لانهم عدول، الصحابه رضي الله عنهم عدول، وكذلك ايضا الصحابه تقف عند حدود ما انزل الله تبارك وتعالى. يكفي الصحابه ان تذكر ذلك الصحابي بقول رب سبحانه وتعالى او قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعدى ذلك، فلا يتعدى ذلك. ده الصحابه رضي الله عنهم، وهذا امر معلوم، يعني الصحابه هم اولى الناس بتطبيق ذلك الامر، معلوم انهم اولى الناس بتطبيق هذه الاحكام، وكان الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه مقافة عند حدود ما أنزل الله عز وجل، خاصة أكابر هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العباس أيضا يعني رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن مالك بن أوس بهذه القصة، قال هما يعني عليا والعباس يختصمان فيما أفاء الله على الرسول صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير. قال أبو داود أراد أن لا يوقع عليه اسم قسم، يبقى ما أراد أنه ما يقسمش المال ده، يترك المال على حاله، ولما تصرف في المال يبقى لم يدفع جزء من ذلك المال إلى علي وجزء آخر إلى العباس، ما قسم ذلك المال، ولكن جعل العباس وعلي يعملان سويا في هذا المال بلا تقسيم حتى لا يقع اسم القسم على ذلك المال. وده فقه الصحابة، هذا فقه طبعا وفتنة الصحابة، قلنا مخافة أنه مع مرور الأيام ومع تطاول الزمان يبقى بيطرأ النسيان على الإنسان، وبالتالي بننظر أن هذا المال هذا نصف المال مع علي، هذا النصف الآخر مع العباس، فنظن أنه قسم ذلك المال كميراث عليهما، وبالتالي هنجد أن هذا المال هيقول بعد ذلك إلى الورثة ويضيع ذلك المال من المسلمين، يبقى يضيع ذلك المال وهو حق خالص لجموع المسلمين. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه عن عمر أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ينفق على أهل بيته، ينفق على أهل بيته. قال ابن عبد ينفق على أهله قوت سنة فما بقي جعل في القراع وعدة في سبيل الله، يبقى كان بياخد نفقة السنة من هذا المال. وقلنا لا حرج ان الانسان يدخر قوت العام، يبقى ما فيش حرج كده ان يدخر قوت، يقول لك والله انت يعني وفي السماء رزقكم ما توعدون، ما فيش حرج يعني، ده ما فيش حرج، ده حكم الاحكام
وبالتالي ممكن البعض قد يعترض لما والله هذا هيدخر قوت العام، يدخر قوت العام أو الأموال التي ينفقها في ذلك العام. يبقى قد نقول إن ده مش متوكل على ربي سبحانه وتعالى، ونقول إن هو أساسا يعني وكأنه عنده خلل في قضية الرزق لغير ذلك، نقول لا، هذا حكمه يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقتطع نفقة العام ويدخر نفقة العام له ولأهل. قلنا على الرغم أنه كما وردت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفوت الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما يوقد في بيته نارا. يعني طب فين هو كان بيخزن نفقة العام لأهله ولزوجاته؟ ومع ذلك نقول كان بمر الأيام وكان يضع الحجر حجر على بطنه من شدة الجوع. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقتطع نفقة العام، ولكن إن أتى السائل دفع له ذلك الطعام، دفع له ذلك الأمر، وبالتالي كان بيدخر النفقة في الأول، وبعدين بيجي السائل بيدفع له ذلك الطعام وهذا المال، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه العام الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما يوقد في بيته نار، وكذلك أيضا ذلك العوز والحاجة. ونقول ده السبب هو كان أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد أمسك نفقة العام ولكن كان يتصدق بها إن سئل العطاء، ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في تعليقه كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، قال الإمام النووي هذا يؤيد مذهب الجمهور أنه لا خمس في الفي، يبقى الفي ده لا يخمس. يبقى الغنيمة قلنا بتخمس أربعة وخمس غنيمة ترد على الغزين، والخمس يقسم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أما الفي فهذا يكون بالنظر من الإمام في مصالح المسلمين أين ينفق ولا يخمس، يبقى مش هيبقى خمس الفي ده يخرج ونقسمه كالخمس للغنيمة. علموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يبقى ده أساسا للغنيمة. أما الفيء ده يبقى هذا مما أفاء الله عز وجل به على رسوله من قال مما لم يوجف المسلمون عليه بخير وركاب، يبقى المال ده اكتسبوه من غير حرب ولا جهاد. يبقى نقول النظر كله بيكون للإمام ينظر أن ينفق ذلك المال، وللإمام أن يقتطع نفقة العام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخمس ذلك الفيء. ده مذهب الجمهور. أما مذهب الإمام الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم الفيء أربعة أخماس وخمس، قال خمس الباقي فكان له أحد، يبقى وخمس خمس الباقي فكان له 21 سهما من 25 والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. يعني الشافعي رحمه الله قال لا ده يخمس، يبقى أربعة أخماس الفيء ده زي في الغنيمة أربعة أخماس الغنيمة يترد على الغزين يبقى حقهم، والخمس كما قال ربنا سبحانه وتعالى قال كذلك الفيء أربعة أخماس الفيء ده يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. للنبي مش معنى كده حيمسك هذا المال لنفسه، ولكن يضع هذا المال حيث يرى المصلحة. والخمس قال يقسم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا الخمس يقسم إلى خمسة أسهم لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهل يبقى لي سهم كمان من الخمس؟ وبالتالي قال الإمام الشافعي رحمه الله فكان له 21 سهما من 25 والأربعة الباقية، يبقى السهم برضك بدعوه بياخده، يبقى ربعة أخماس زائد خمس الخمس، يبقى ده حق النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. والأربعة يبقى الأربعة الباقية أربع أسهم 25 هتقسم كما قال ربنا سبحانه، يبقى سهم لذي القربى سهم اليتامى سهم المساكين سهم لابن السبيل. ولكن المذهب ما قال الجمهور أنه لا خمس في الفي بناء على ما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ينفق على أهل بيته، فما بقي من ذلك المال كان يضعه في مصالح المسلمين. واستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Thank you.